عموما للمزيد تنضم إلي في الاستوديو السيدة نادية البلاسي، محللة أسواق مالية. أهلا وسهلا بك نادية. أهلا. لنبدأ إذن بالحدث المرتقب الآن، جميع الأنظار تترقب اجتماع السياسة النقدية للاحتياط الفيدرالي. ما هو المسار المتوقع، السيناريو الأكثر توقعا، وهل الأسواق الأمريكية، الأسواق المالية تحديدا، يعني تتحرك تبعا لذلك أم تبعا لنتائج أعمال الشركات؟ أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. على ما أعتقد إذا تم في تأكيد للهبوط الناعم من لهجة جيريمي باول في هذا الاجتماع، فستكون الاتجاهات قوية على أسواق الأسهم، ولكن أستبعد أن سيكون لهجته بالفعل. وأيضا بعد الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أعلى من التوقعات، يعني مستويات 2.8%، لا تزال قوة الاقتصاد الأمريكي واردة، ولكن التصريحات الأهم ستكون في سوق العمل. يعني أيضا ننتظر بيانات الوظائف الغير زراعية يوم الجمعة، التي أيضا ستكون يعني ستو provide more clarity على هذا السياق في اجتماع الفيدرالي. طيب بالنسبة للأسواق المالية في وول ستريت، هل ترينها تتحرك تبعا لنتائج أعمال الشركات أكثر، أم هي يعني تترقب أيضا قرار الفيدرالي بالتركيز عليه بشكل خاص؟ طبعا الزخم الكبير الذي شهدناه يعني طول هذه السنة كان بالفعل من نواتج أرباح الشركات الكبرى، ولكن الآن قطاع التكنولوجيا يبقى في خطر بسبب يعني تقييمات الذكاء الاصطناعي، وأيضا أن احنا لم نرى العائد الكبير من استثمارات الذكاء الاصطناعي، ولا أستبعد يعني أن سيكون في تدفقات كبيرة في قطاع التكنولوجيا، ولكن ذلك أيضا سيعتمد على الفيدرالي، ولكن سيكون توجيهات شركات أرباح اليوم مايكروسوفت وأبل وكل من هذه الشركات، توجيهات الفورورد جايدنس ستكون المحرك الرئيسي إلى قطاع التكنولوجيا بالخصوص. طيب نادية، لاحظنا اليوم بالنسبة لي أسعار الذهب هناك ارتفاعات يعني، وأيضا بالنسبة للين هناك عمليات شرائية. بالنسبة للذهب، هل تعتقدين أنه سيخترق مستويات 2400 في حال تم تخفيض الفائدة، وأيضا قراءتك للين؟ ممكن أن نشهد اختراق إلى حاجز 2400 وفقا على لهجة، يعني إذا كانت اللهجة السوق كوريا من جيريمي باول فممكن أن نشهد هذا الاختراق، ولكن أيضا في مستوى دعم كبير اللي هو 2350، مستوى دعم كبير big support لأسعار الذهب. وأيضا رأينا مراكز شراء تتجه من الذهب إلى الين الياباني وفقا على التدخلات التي يعني شهدناها من البنك الياباني، فرأينا هذا التدوير من السلع العمومية أو الأساسية مثل الذهب إلى الين الياباني. أعتقد أن هذا الأسبوع أيضا بما يخص البنك المركزي الياباني في حول تشديد السياسة النقدية أيضا سيكون مؤثر كبير على تحركات الين الياباني، خصوصا إذا يعني رفع من أسعار الفائدة، وفي انقسام حول هذا الموضوع في الأسواق، هل سيتم في ارتفاع بأسعار الفائدة أم سنشهد بس تقليص إلى مثلا السندات؟ طيب نادية، بالنسبة أسواق السلع أيضا، النفط يعني يتأرجح بين عوامل ضاغطة وعوامل داعمة، إلى أين؟ يعني ننتظر اجتماع أوبك بلس يوم 1 في أغسطس، وأعتقد أن الأهمية الأبرز ستكون هل سيكون في تخفيضات أكثر، لأن أسعار النفط الآن يعني ما دون مستويات $80، وهذا الشيء يعني أستبعد أن يستمر بعد اجتماع أوبك بلس. أعتقد أن سيكون هو اجتماع روتيني، ولكن أعتقد أن ممكن أن نشوف بعض من التغيرات في الإنتاج. تعتقدي أنه سيضعون في عين الاعتبار عوامل معينة يعني مختلفة عن السابق؟ طبعا يعني هو في توترات جيوسياسية وفي كل من هذه العوامل، ولكنها لا تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط، مفروض أن هي تدعم أسعار النفط، ولكن النفط في يعني دون مستويات $80، وهذا الشيء مقلق إلى أوبك بلس. نعم. نادية البلاسي، محللة أسواق مالية، شكرا جزيلا لك. شكرا دليل.